كن سعيدا، توكل على الله، فوض الأمر إلى الله. مهما سمعت من التخويف والأراجيف قل حسبنا الله ونعم الوكيل. هددوك بشيء، جاك أمر، جاك فقر، دين، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. كن متوكل على الله، اسعد، كن سعيدا، كن سعيدا. انهمك في عمل مثمر سوف تجد السعادة. العمل هو الذي يسيق كل الهموم. الفراغ قاتل، العمل منتج، العمل نجاح، العمل سعادة. انهمك في العمل، كن سعيدا، عش في حدود يومك، يومك يومك. اترك أمس، مضى أمس، مات أمس رحمه الله، وغدا لم يولد. عش في حدود اليوم، ركز على اليوم، اخلص في اليوم، اجتهد في اليوم، ابذل في اليوم وجرب، سوف تكون سعيدا وناجحا بإذن الله. كن سعيدا، قدر أسوأ الاحتمالات، هذا يقول العقلاء. ثم ماذا يحصل؟ يعني كل ما أتى أزمة مشكلة قدر ماذا سيكون، ثم وطن نفسك لتلقي هذا الأمر، واصبر واحتسب. الأمور كلها سهلة، الدنيا أصلا سوف تذهب جميعا. كن سعيدا، طهر قلبك من الأحقاد والحسد والضغناء والشحناء، اغسل هذا القلب. لا بد أن تعرف أنك لن تسعد حتى تغسل قلبك ويكون طاهرا سليما لله.